قررت الدائرة الجزائية لدى محكمة تعقيب التخلي عن النظر في ملف قضية كاكتوسة والتلفزة الوطنية الموقوف فيها كل من عبد الوهاب عبد الله وسامي الفهري، وذلك على خلفية وجود قدح من طرف أحد المتهمين في رئيس الدائرة، ومن المنتظر التخلي عن القضية لفائدة دائرة أخرى. وبهذا تكون الدائرة قد قررت الإبقاء على سامي الفهري في حالة إيقاف.